كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد نقناع على الماشي. قررنا نخرج بره الاستوديو السنة دي ونروح نتفرج على عربيات الأكل ومشاريع الأكل الصغيرة الناجحة. النهاردة معادنا مع بطارك. الممتازة هنا الباستا السيفود جميلة، الصوص أبيض، وأنا عن نفسي أحب الباستا الصوص أبيض والشرب الكريمة. الأكل هنا ممتاز جدا، أكتر حاجة عجبتني هنا كتجربة في المكان وجبة السي فود ميكس بالبطارخ دي، عجبتني جدا. كملين حلقتنا مع الشيف شهاب. ازيك يا شيف؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. قول لي هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ نعمل طاجن البطارخ. طاجن البطارخ بايه بقى؟ كاري وجمبري. تمام. طاجن بطارخ وكاري وجمبري. طاستنا على النار. تمام. اول حاجه زيت. ننزل بالزيت. السمنه. حته سمنه؟ اه. او زبده مش كده؟ اسباتولا او حاجه نقلب بيها؟ اه معلقه. تسلم. حلو قوي. نستنى السمنه بتاعتنا تسيح خالص. تمام يا باشا. طيب اول حاجه بننزل بعدها ايه؟ بصل والثوم. ننزل بالبصل والثوم على بعض. ها تمام. حلو قوي. بعدين بطارخ ولا الجمبري؟ بطارخ الاول عشان تاخد الوش. بطارخ الاول عشان بتاخد الشوك بتاعتها. أيوة. الاول وتاخد الوش مش كده؟ تمام. والجمبري ده صغير مش هياخد ثواني. اه مش هكمل دقيقة بالظبط. ينزل بالبطارخ بتاعتنا. واسيبها بقى بقلبهاش عشان تاخد الايه؟ تاخد الوش اللسعة بتاعتها. تمام. نوسعها كده. حلو قوي. الطاجن ده انت بتخلصه في الاخر بكريمه وكاري؟ اه. اه حلو قوي ده. الريحه بتاعت البطارخ مع السمنه تبقى حلوه. البصل والثوم برضه بتدي طعم. حكايه. نجهز بعد كده ايه؟ الجمبري؟ الجمبري. استنى بس عليها شويه. تاخد وش الاول. ونقلب ولا؟ تمام. ماشي. بص بقى الحلاوه. بص الحلاوه. ننزل بالجمبري. تمام ننزل. طيب دلوقتي ايه بقى؟ ننزل بالكاري؟ لا ننزل بالكريمه الاول. بالكريمه؟ اه. هي لا ايه؟ تبقى الكريمه المحضره. اه دي جاهزه. اه. طيب حلو قوي. عظيم. ندي تقليبه. تمام. تربط مع السمنه. بالظبط. وتقلب في ثواني. ها؟ اه مع المحضره اللي تتقل على طول. من هنا بقى ننزل بالكاري؟ بالكاري. قد ايه بقى اقول؟ ربع معلقه. حلو كده؟ اقل سيكه. اقل سيكه. بس كده. يلا بينا ننزل الكاري اهو. اه الريحه بقى على طول. ده طاجن ما بيهزرش ده يا شيف شهاب. هو اكتر حاجه بتشتغل عندنا. اكتر حاجه شغال. حلو قوي. بيبقى فاضل ايه بقى؟ خلاص هو كده خلص. بس هو بياخد ملح وفلفل ابيض. ملح وفلفل ابيض. طب فينهم؟ الفلفل الابيض هنا. هنا اهو. اه والملح في اول واحده فوق. شويه بالفلفل. تمام. ملح فين؟ اهو. اه. ودي رشه الملح. ونقلب. وده قوام الطاجن ده. فين بقى الطاجن اللي هننزل بيه فيه؟ تمام. حلو قوي. وعلى طول. تمام. بصوا بقى المزيكا. مزيكا مزيكا. تجيلي بقى معلقه بلاستيك ندوق الكلام ده كده. ريحته كده لازم يتداب. ناخد حته من البطارخ. هتلسع. ها؟ هتلسع. تسلم ايدي. طبعا. وتسلم ايدك. طبعا. خطير حاجه خطير. وشويه رز بقى ابيض. اه يبقى حاجه عالميه. يبقى حاجه عالميه. تعبنا كشف شهاب. تسلم ايدك يا حبيبي. الله يعزك.
مكملين حلقتنا مع مستر محمد ابو ريه اونر بطارق. مستر محمد ازيك؟ اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ارجو ان احنا نكون كنا ضيوف خفاف عليك النهارده. احلى ضيوف ونورتونا وشرفتونا وان شاء الله تورونا مره. انا قلت لك بقى احنا خلاص لقينا بعض. انا كل اسبوع طبعاً عندك بعد كده ان شاء الله. طبعا يا فندم. الله يخليك. مستر محمد هسالك كده في الاول، انا طبعاً شايف ان انت هنا عامل ميكس او عامل دمج ما بين الفاست فود والسي فود، ويمكن المأكولات البحرية او السي فود حاجة مش دايما بنلاقيها مزبوط في الكونسبت بتاع الفاست فود. ده حقيقي. كلمني اكتر على الفكرة دي جت منين. جت من ان انا عشت فترة طويلة من طفولتي، يعني يمكن لحد 8 سنين اتربيت وعشت في مدينة ساحلية اللي هي مدينة دمياط. احسن ناس حياتنا الاهل دمياط كلهم. وسوق السمك هناك بقى فيه جميع انواع السمك طبعا، وعزبة البرج وكل الثلاث ارباع يعني الاسماك الحلوة اللي بتدخل عن طريق عزبة البرج. فالفكرة ان النهاردة مثلا لما حبيت اشتغل قلت انا عايز اشتغل في مجال الاكل مثلا، طيب ايه الجديد اللي انا ممكن اقدر اقدمه بالظبط؟ حتة ان انا اقدم فاست سي فود دي حاجة جديدة، حتة ان انا اقدم البطارخ، ومن هنا جت بقى فكرة تسمية المكان بطارخ، وان انا احط الحاجتين دول مع بعض او ادمجهم مع بعض الفيوجن ده بالظبط. ان انا ممكن اقدم مثلا وجبة سريعة جديدة مختلفة، محدش او مش محدش السوق القاهرة مثلا، القاهرة احنا بنتكلم اكتر عن القاهرة، على السوق هنا في القاهرة ما يعرفش البطارخ قوي او مش كل الناس تعرف. وحتى يعني عن تجربة بقى كمان، كان في ناس معارف ليا لما جينا وابتدينا نشتغل وهم ما بياكلوش بطارخ، ويعني عندهم يعني فكرة ان البطارخ دي حاجة غريبة شوية، عندهم تحفظ. عندهم تحفظ بالظبط كده. فكان في مثلا يبقى في طبق ميكس وحد من معارفي قاعد بياكل ياكل بالغلط حته بطارخ، يقول لي طعمها حلو قوي، اقول له طب جرب بقى المشوي، جرب المقلي، جرب كده. ففعلا في مردود كويس جدا، ونفسنا ان احنا نطور بقى هذا المردود ونزوده ونخلي. لا وشايف كمان بدون قطع كلامك انك عامل كونسبت الفاست فود، يعني انا عاجبني ان انا في ناس واقفه في العربيات بتاكل سي فود بالظبط، ودي حاجه يمكن يعني نادرا جدا ما تلاقيها، ان انت تعرف تركن بالعربيه وتطلب بقى سي فود سواء طاجن وتاكله بالمعلقه او سندوتشات. يمكن فكره ده اللي عاجبني. طيب بمناسبه التطوير، هو ده اللي انا كنت هسالك عليه، بما انك فاتح في سوق زي القاهره ما فيهوش كتير تنافس في الحته دي، سبيشالي ان انت حطيت نفسك في حته الفاست سي فود، تمام، ايه اللي انت شايف ان انت ممكن لسه تعمل له ديفلوبمنت او تطوره كمان في الكونسبت بتاع المكان؟ حاجات كتير، بس بادئ يعني ان شاء الله باذن الله. احنا ابتدينا نشتغل في الاسماك المملحه، رنجة بقى وفسيخ. الرنجة دلوقتي حاليا بنعمل رنجة وسلطة رنجة ورنجة فيليه، احنا بنعملها بطريقتنا بقى الخاصة، ويعني ان شاء الله يعني هتعجب الناس. اللي هننزل بيه بعد رمضان على طول البطارخ المملح بقى، فعلا البطارخ المملحة والفسيخ، هنعمل فسيخ فيليه برضو ان شاء الله. بحيث انه انا كفكرة فاست سي فود انا مش هقشر حاجة بي. ان انا اعرف اكل اكله فسيخ من غير الخسائر الفادحه اللي بتبقى معايا، مش هقشر حاجه ولا رنجه ولا فسيخ ولا اي حاجه، انا باكل حاجه سريعه مناسبه للوقت السريع او الفتره الريتم اللي احنا عايشينه، الحياه السريعه اللي احنا فيه ده، وحاجه جديده في نفس الوقت وتعجب الناس كمان، يعني دي اهم حاجه بقى. انتوا لسه فاتحين قريب؟ يا دوبك شهور يعني ما كملناش. لا بس ما شاء الله. احنا شفت طبعا معانا الجزء اللي كنا فيه جوه مع شيف شهاب. ايوه هتبسطوا قوي، وارجو ان احنا نكون ما عملنالكش زحمه النهارده. لا ده انتوا نورتونا، ونبقى خفاف كده عليه، نورتونا، وان شاء الله يعني الزياره تتكرر، واهلا بيكم في هتتكرر اي وقت. هتتكرر كده كده، وانا قلت لك انا عن نفسي خلاص بقيت زبون، واهلا بحضرتك. ان شاء الله نعمل حلقه السنه اللي جايه بفروع الله كتير جدا لبطارخ موجوده بإذن في مصر. الله. وفي مفاجأة مش هقدر أقولها دلوقتي، بعد رمضان على طول هنعمل حاجة مش موجودة في السوق المصري خالص، بس أنا مش هقدر أحرق المفاجأة دلوقتي. احنا مستنيين المفاجأة إن شاء الله بعد رمضان. أشكرك جدا أستاذ محمد، وشكرا على استضافتك جدا. عفوا يا فندم، شرفتني. شرفتني يا فندم. أرجو أن تكونوا اتبسطتوا معانا في حلقتنا النهاردة، ونكون وريناكم تجربة حقيقية جديدة ومختلفة. وزي ما دايما بقول لكم، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.